أنمر بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أدخل هذا المكان مع الاسم الكريم أحمد بن مسلم بن صالح العلوي الأخ العزيز أحمد. أريدك إذا سمحت عرفني بالمقتنيات التي يحويها هذا طبعاً المتحف. طبعاً هذه مجرد شيء مكملات. جميل. من التعريفنا أو الأشياء البحرية، طبعاً هذه جزء من القواطع البحرية الموجودة هنا وبعض التحف والميداليات اللي يقتنيها الزائر، يعني جميل ياخذ كتف وتسميات. ليش ايش هذا تسموه؟ هذا باب. نموذج من باب، نموذج من نافذه. ايه ما شاء الله، نموذج من نافذه غدية. هنا هذا في بيوت صور كذا؟ لا، هذه في السفن. هذه جنوبيه. ايه ما شاء الله، هذه في البيوت الجنوبيه في ظفار. ايه جميل. وايش هذه ايضا؟ هذه قواقع بحرية. إيه قواقع بحرية. قواقع بحرية تشكلها وتعمل منها تحفة. آها. لكن هذه طبيعية يعني ما صناعة. لا طبيعية. ما صناعية. طبيعية. وهذه صخر من الصخور اللي في الجبل. جميل. كوارتزية. هذا نوع من أنواع السفن. هذه صحن. إيه هذا. إيه ما شاء الله، شوف الأفكار الجميلة. طبعاً أبحنا يبصر من هنا برا. الفكرة موجودة. جزء من الأخشاب. إيه جميل. تجيبوه. اللي نجيبه. نعم جميل. وهذه. هذا قارب السفينة. لها اسم معين عندكم؟ هذه اسم الماشو. هذه الماشو ينزلوا من السفينه الى البر. ايه هذه من الميناء الى السفينه. ولها اسم معين عندكم؟ وينقل بضائع وينقل النوخذه والبحاره لما يكون راسي في المرسى او في جميل. ايش اسمها؟ ماشو. جميل. قارب السفينه. قارب السفينه جميل. هذا بوم. ايه هذا البوم نوع من انواع السفينه، بوم لكن مسوين على شكل مبخر. اها. وضع فيه البخور. او جميل. نعم جميل. كديكور. ايه نعم جميل كديكور. وهذه وهذه الطويله هذا هوري. ايه هوري. قارب صغير للتنقل في الاماكن الغريبه. ايه نعم ما شاء الله. في الشاطئ. وهذه طبعا نوع من انواع السمك الدلفين. ايه هذا مصنوع من الخشب. جميل ما شاء الله. هذه قوقعة. قوقعة كبيرة ما شاء الله. جميل. وهذه في صورة أكثر شيء موجودة؟ لها في المناطق الشرقية هنا. إن شاء الله. جميل. تستخرج من البحر طبعا، فيه حيوان ويؤكل يعني في قطعة من اللحم لذيذة جدا. نعم جميل. هذه وحدة. وهذه أيضا أخرى. وهذه جميل. مرفع مع الخدمة. أخرى ما شاء الله جميل. وهذه نوبة كذلك صحن للفاكهة. إيه هذه ما شاء الله. شوفي. وأفكار جميلة ما شاء الله. يعني تقدر تقتنيه ما تأخذ عليك مكان. نعم. وحتى هذه. يعني وكان البحار يستعمله مثل هذه مثلا. يستخدموا الصحون طبعا المعادن. والأخشاب كل يستخدموه وصنعوا النوافذ. جميل. صنعوا البيبان حتى في السفينة. نعم. وهذه السفينة لها اسم معين؟ هذه الغنجة. الغنجة. هي المشهورة معنا في سوريا. جميل. هذه الغنجة. وهذه اللي بالخوص أو كذا بالزور. هذه تشتهر في ساحل الباطنة. اللي هي الشاشة. إيه هذه الشاشة. نعم من سعف النخيل. إيه من سعف النخيل ما شاء الله. طبعاً لما تنزل في البحر يخترقها الماء. وتكون يعني صياد ثيابه مبللة. أو ما شاء الله يعني يدخل ملاكي. يحطوا فيه كرب. أول قدم يحطوا فيه كرب. كرب. وتطلع فوق يعني. تطلع لفوق. ساعد على الطفو. يعني ماشي بيغلق كامل. الشاطئ. مغلوق كامل ما فيها. لا. جميل. وهذه مثل هذه. بوري. قارب للتنقل من مثلا من. الفور من منطقة إلى منطقة ومن. جميل. أو مع السفينة. خلي هناك ولا ذاك. طبعا هذه السنبوك. ايه هذه السنبوك. هذه غنجة وهي السنبوك. ايه ما ايش تختلف عنها؟ ما والله تختلف في الشكل. بس شكل. والمؤخرة تقريبا متشابهة. نفسها. هذه دائرية. وهذه جاية على شكل قوس شوي. نعم. ومثلث. زين نعود الى هذه السفينة مثلا، ايش التقسيمات اللي فيها؟ تقسيمات هذه اولا هذه مكان النوخذة. ايه وهنا النوخذة. معدات وادوات البحرية. نعم. وهني السكوني اللي يمسك السكان. ايه ما شاء الله. والبوصلة. نعم. اللي يجروا عليه السفينة يعني يمشوا عليها. ايه جميل. المجرى للسفينة ياخذ النجم الفلاني. المطلع والمغيب ولا المهم الاشياء اللي. جميل. المسارات. سكوني هذا واحد يكون متخصص يمسك السكان ويعطوه النجم الفلاني، يمسك النجم الفلاني او الخط الفلاني او الدرجه الفلانيه. نعم. فهو يمسكه والنوخذه يلاحظ ما بين اساس انه ما يغيب المسار. واسفل هنا داخل يعني في اسفل في غرفه. نعم. خاصه للنساء والاطفال. نعم ما شاء الله عندهم.
أو في أثناء الرياح وذي والأمواج والأمطار إذا ما فيها طبعاً الاحتماء يعني بها الاحتماء يعني ما خاصة بالقبطان ولا شيء القبطان القباطنة كبار الركاب وأولاد النواخذ اللي يتعلموا علوم البحر إيه هناك يجلسوا من عمر 10 سنوات 17 سنة ما شاء الله لما يوصل 18 20 سنة خلاص هو يتحمل قيادة السفينة نعم جميل يكون نأخذه في نفس السفينة أو في سفينة وهذا هذا الدرعي ايه درك ايه دخول السفينه هذه هذه الاشياء ايه جميل ما شاء الله اللي في درج اخر ايه درج اخر يعني البحار والناس هذا يعني ويرفع بعدين اه نعم ايه كيف هذه الطريقه يرفع. ايه ممتاز براويك يعني ايه نعم جميل ان شاء الله ممتاز هذه مرسى ايه هذه مرسى هذه ني طبعا نيل البحاره والركاب وبعض الاحيان لما تكون بضاعه زايده على المخزن ايه هذا المخزن هنا الأول خن بضاعة إذا كان بضاعة كثير ترفع فوق. ترفع فوقه ما شاء الله هني هذا كشتيل سطح صغير هذه للحبال وللمراسي مخزن يعني يكون لا يوضعوا فيه الحبال جميل وين عب مكان طعام وذي الأشياء طعام هني يأكلوا مكان يعني مكان هني وزعوا على وزعوا ويرتفعوا عليه مجموعات نعم جميل وطبخ هذا مكان الطبخ هني إيه مطبخ يعني مخزن الماء اللي هو التانكي وهذا الدري اللي يطلع فوق السطح اللي هو الشتري احنا نسميه الشتري وهذا القنديل الزينه اللي يعطيه السفينه زينه وجمال نعم جميل وش الاشياء هذه ممتاز طبعا هذه الخلفيه اللي هي نوافذ للغرفه يجي لداخل هذه نوافذ هي تطلع منها نعم السفينه شكل النقوش دي تعطيها جمال ممتاز ممتاز ان شاء الله ما شاء الله هني سفينه ايوه هذه ايش اسمها اي ماركوس هذا الشوعي اللي احنا اللي الحين حاليا الاسماك سفن الاسماك ايه هذه وهذا الغارب اللي هو طبعا المجاديف نسميه حماشوه الحين اصبح غارب للسباق ايه سباقات هو هذا قلت ليش اسمه هذه الكبيره اي سمبوك سمبوك جميل اذا هذه غنجه شوف اللي دايره ايوه اي غنجه هذه علامتها غنجه يكون هذا وهذا العبار نموذج العبار كان قبل الجسر كان نعبر في عبار ايه هذا عبار بين العيجه وبين الساحل ايه جميل ما شاء الله ممتاز وهذا البوم هذه هي سفينه البوم هذه سفينه البوم طبعا تشتهر فيها احنا نصنع عليه قليل لكن احنا اكثر شيء بنصور نصنع على الغنجه والسمبوك وكان البدن اول قبل هيك لكن في الخليج مشتهر البوم صناعه البوم نعم ما شاء الله هذه سمبوك سوري طبعا هذه صناعه سوريه خالصه يعني خالصه والشكل شكلا ومضمون بايش تتميز هذه؟ كونها صناعه سوريه ايش ميزتوها؟ من ناحيه المقدمه والمؤخره نعم زخرفها في مقدمة ما خرطت مثل القنجة ولكن المقدمة غير شفت كيف الحناء إيه نعم المقدمة. جميل وكيف من ناحية الأشرع هل نفس الشكل نفس الشيء نفس الشكل الأشرع أو الدقالة أو الصواري نفس الشيء نعم جميل نفس الشيء هذه سفينة أوروبية إيه سفينة أوروبية ما شاء الله هي مدافع هنا نعم هذه سفينة حربية إذن هذه حربية ولها أشرع مربعة أو مثلثة نعم مثل هذه تقريبا نعم ما شاء الله او تكون مثلثه او تكون مثلثه مثل نعم. العربي نعم وهذا الوالد ايه هذا ما شاء الله كان نوخذي مشهور نعم من ضمن النواخذ صور نعم يعني المشهورين المعروفين في صور وهذه وثيقه السفينه اخر سفينه سافرت ما شاء الله في السفينه او منتصف السفينه سلقت شوف فيها نوع السفينه البوم هذه واسم المنتصر مسلم صالح مدينة صور 22 بحار ما شاء الله 190 150 طن حمولة و 97 قدم طولها و 22 عرض قدم والغاطس اللي اذا تسجيل يعني كانت سفن تسجل مواصفات السفينة تسجل يعني عدد البحار والنوخذة والمصدر هي مكانها وشكلها واسمها وشكلها بوم سمبوك غنجي كتبوا جالبون والنوخذ يستحب هذه الورقه معه دائما سفر هذه اي ميناء ما يخطنا بالنا بهذه الورقه وتجدد سنويا ايه ما شاء الله من حكومه عمان سلطنه كان اي مسقط عمان اي نعم جميل هذه بنوريك الخرائط البحريه نعم اذا عندك وسائل ان شاء الله انا قاعد استفيد واتعلم جزاك الله خير هذه طبعا السكه احنا نسميه الشرخ الشرخ اللي هو المقود اللي مقود السفينه جميل دفه السفينه من تحت نعم ما شاء الله ممتاز وهذه الخرائط البحريه ما شاء الله جميل بعده وبداته بعده
موجودة. أها. هذه من ضمن من الخرائط طبعا. خرائط قديمة ولا؟ قديمة. شوف ما شاء الله. سنة وفي أكثر. وفي أها. أكثر. شوف كيف. يعني البحارة هذه يأخذون معهم في الطريق. طبعا نأخذ يعتمد عليه. إيه نعم. قياس. نعم. قياس موقع السفينة. أها. وسرعته. ما شاء الله وموقعه في المحيط نعم فأين يعني في أي منطقة هني في هذا المكان نعم. في هذا المكان أو في هذا المكان أنا أمس طلعت نعم أقيس الظهر إيه نعم شوف عن طريق آلة الكمال نعم. عن طريق الشمس لازم الشمس تكون ثابتة وعمودية لازم تكون ثابتة وإذا لم ثابتة يتأجل القياس لليوم الآخر إيه سبحان الله لازم توقيت معين يعني القياس ثابتة وينزلها على حافة البحر إيه ما شاء الله وهناك في مدرج أي على أي درجة أه. يعني يجيب الدرجة هني أه. ويجيب الفركال ويقص بالفركال أه. ويضرب خطوط الطول والعرض نعم ويقول لك أنا قطعت كذا ميل وموقعي الحين إذن هذا وحده يحتاج علم وكذا خاص علم علم لكن هل يتعلمون أنتوا أولادكم هذا العلم هل يتعلمون أها الحين البحرية تتولى بس ما شاء الله يدرس في البحر يتولى هذا طبعا هي خرائط عن أفريقيا والهند والخليج العربي وخليج عدن أها. مرديشو الصومال وما الصومال ما شاء الله الأماكن اللي كانوا يبحرون نعم جميل خارطة قديمة هناك من بحر الصين إلى ما شاء الله وهذه المقتنيات للبيت العماني هذه السواح جميل يعني. ما شاء الله وإيش هذا؟ آلة الكمال يقيسوا فيها سرعة السفينة إيه هذه ما شاء الله اللي تكلمنا عنها نعم جميل اللي هو طبعا ينزل الشمس اها يبدا ينزل الشمس اها فتكون الشمس على حافه البحر ايوه جميل اها بين البحر اذا اثبتت ايوه معناته القياس صحيح اها تطلع ما مستقره أها. معناته يا مالت الشمس نعم او بعدها ما عب كيف اذا كان الامواج طالعه نازله لا خلي الامواج ما له دخل ما له دخل تستطيع تضبطه الشمس اذا ذا اذا الشمس تتحرك معناته بعد الشمس ما بعمودي آه نعم ما مستقر فاذا استقرت هني يعني خلاص القرص الشمس استقر هنا اها وثبت خلاص ويشوف على اي درجه نعم على هذه على هني اها طبعا يفرش الخارطه يطلع الفركار وياخذ قياساته يقول لك انا قطعت كذا ميل نعم موقعي الحين في المكان الفلاني نعم من البلد اللي طالع منه ما شاء الله جميل او بوصل البلد الثاني باقي لي كذا ميل نعم ويعرف التوقيت عاد متى يوصل من خلال هذا على السرعة على سرعة الرياح نعم تتحكم فيهم سرعة الرياح يعني مسافة مثلا يقول لك أنا بعض الأحيان يقول لك أنا بوصلها بعد يوم ولا يوم ونص نعم بعض الأحيان يكون ما في هواء يمكن يوصلها بعد أسبوع نعم ما شاء الله هيك بعد ثلاث أيام ولا بعد أربع أيام نعم صدقت فهذه بعض النماذج إيه ما شاء الله للتحافل الاقتناء جميل ولكن تمثل إيش هذه باب آه جميل احد يقتني يعني ايه جميل اشياء جميل فنيه عن عمان ايه ممتاز وهذه دلائش من الدلائش القديمه وهذه السفينه مثل هذه هذه شو هذه السفينه الصيد اها جميل حاليا هذه نموذج الباب ايه جميل نافذه يعني هذه ولا باب هذا ما شاء الله او ما شاء الله جميل باب وهذا باب اها وهل هذه الابواب الكبيره ايضا تصنع هنا وهذا عم هاي مصنع يعني تحف للاقتناء اكيد تحف هذه للتحف وهذه البرواز يمكن تحط فيها تهنية ورا اها ممتاز شوف تحط لي لوحة هني اها ولما تفتح تشوف افكار جميلة ورائعة ما شاء الله وهذه نموذج اها ممتاز وهذا نموذج للنافذة كذلك تفضل نافذة جميلة يعني ما شاء الله مال الحصون والقلاع لا هذا عندنا عندما الداخلية ذي الحين وايد في الحصون موجودة اي نعم حتى عندنا في البيوت في البيوت عندنا هذه اي نعم كذا في اشكال اخرى ثانية اي نعم جزاك الله خير وهذه براويك بعد وهذا ايش تسميوه نيشان يسموه مع اللي يحطوا كار فيه الاكل اي نعم ما شاء الله في الوتد نعم عن الدواب وعن الحيوانات اي جميل وعن جميل افكار رائعه يعلقها في الوتد في هي فعلا صح راس الخشب في الحطب نعم هني طبعا هذه يا يعني يوضع في سفينه مثل هذه ايوه او احنا الحين هذه مكتوب علينا ان شعار عمان وشعار الكويت نعم جميل اما هو كذي خالي اها توضع في السفينه خالي بس جميل فكره جميله ورائعه المقابض الموجوده جميل يعني بالطريقه اللي توضع عليه السفينه في على القاعده ذي لكن الطلب ترى طلب هذه طلب خاص اساسي من شعار الصوت. وهذا ايش هذا؟ هذه نفس من نفس جزء من هذا قديم جدا نعم ما شاء الله جميل جزاك الله خير بارك الله فيك